نحن معكم إن شاء الله، نحن مع جميع محبي علي بن أبي طالب، أهل العراق محبي أهل البيت، ونحن معهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم وفضلا عن زيارة مرقد الإمام علي عليه السلام، تشرفنا بزيارتك سماحة آية الله يعقوبي وأخواننا في العراق، وهذا فرصة سعيدة لنا. نحن في إيران نتابع كل الأخبار في العراق، الحزن الفرح وكل شيء. نحن معكم مع أهل العراق، اللهم يحفظ العراق وأهله، وإن شاء الله نحن دائمون مع أهل العراق. وتشرفنا بزيارتكم في هذه الفرصة مع وفد الإعلام. يدنس عتباتنا في النجف وكربلاء والكاظمية والسامرة، ستنزل سيوفنا عليهم كصاعقة من السماء. لبيك يا